السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات بعد المباراة تاع تاتا مارتينو المدرب المكسيكي، وين تكلم تحاليل وين قال لهم تحلينا بشجاعة لتحقيق التعادل أمام أبطال إفريقيا وأحسن منتخب من أحسن المنتخبات في العالم، يعني من أحسن المنتخبات في العالم. راك واصل 20 يعترفوا بيك صاحبي، ما تحقرش كاع روحك، وما خافوا منا احنا يا بعشرة خافوا منا، قول بتسعة، اقلع الجارديا قول بتسعة، يعني شنا كيفاش عدلونا النتيجة بطريقة ما حقاش البولات تدخل. هذاك البنت هذاك 87 ما حقاش تدخل كاع، معليش ما حنا كانت مباراة ودية ماتش اميكال، ما حوسناش راهي معليش نحوسوا كيفاش نصلحوا الأخطاء تاوعنا. وكان درس لينا من خاطش أول مرة خرجنا لعب بالبطاقة الحمراء، أول مرة عام العيد جا المدرب من 2018 أول مرة لعبنا ومزية طاحت في مباراة ودية، مباراة من أجل باش نعرفوا النقاط تاعنا، نقاط القوة نقاط الضعف أمام الجمهور أمام المدرب، خاصة وين يدوا كاع نظرة وين تكلمها المدرب المنتخب الوطني، وين قال لك باللي نحوسوا نتأهلوا سايك نتأهلوا زومبي زيمبابوي هذه بالخف ما كاش عندك شحال عندنا 6 الي روتور 12 اي نخمو في قال لك كل لاعبين وين حاطين تخمامهم يخمو على الكاليفيكاسيون تاع كوب دي موند اللي ما غاديش مدرب هضرها قال لك ما غاديش تكون سهله. وبصح ما تكون سهله، اللي يشوفها سهله ما هي سهله، خاطش الامور يتغيروا. احنا عندنا منتخب ما نخافوش، عندنا منتخب دي احنا يديروا لنا غير لي زاربيت ملاح وصايك هذا ما كان، يديروا لنا اربيت كيما اللي دار دومي فينال تاع نيجيريا في مصر مع نيجيريا ذاك السير هذاك، ويديروا لنا لي زاربيت ملاح اللي دارنا برومي ماتش دوزيام ماتش تاع برومي تور مع السنغال، يعني لي زاربيت يكونوا ملاح، وتاع الفينال لي زاربيت يكونوا ملاح. يا ودي قاع ما نخافوش، قاع ما تخممش، حنا هذا ما خاصنا يديروا لنا دي زاربيت ملاح، كل عندهم ضمير يا ما تخممش قاع. وين شنا تاتا مارتينو المدرب المكسيك وين مدرب كبير كذلك، وين تحل وين دار تصريحات قال لهم تحلينا في الندوة الصحفية بشجاعة لتحقيق التعادل أمام أبطال إفريقيا، لقد كانت مباراة ثقيلة مع الكثير من الأخذ والرد، كان كل الفريقين كنا وين كان يسيطر كنا وين شنا كيفاش السيطرة كانت صعيبة على المباراة، وتوصلنا إلى نتيجة جيدة للغاية، كانت لدينا فرص لتحقيق الفوز لكن تعادلنا في النهاية وكانت النتيجة عادلة، وأنا راضي عن ما فعله لاعبين المنتخب المكسيكي وين واجهنا منتخب منافس يعني رفيع المستوى، لعبنا ضد هولندا والجزائر بجدية، واليوم وسلط الضوء على الشجاعة التي تحلينا بها لتحقيق التعادل، لقد أظهرنا أنه يمكننا التنافس مع فرق مهمة مثل المنتخب الوطني الجزائري واللعب على قدم مساواة والتحكم في المباريات. اليوم لعبنا مع بطل إفريقيا ومن الجيد من أحسن مواجهات وأحسن منافسين بخصائص مختلفة، يعني تشوف كيفاش وين دائما وين تلقى إشادات من عند مدرب وين مدرب أرجنتيني وين درب البارسا، يعني باش يعترف بيك ماشي زعاقة، ماشي زعاقة، اعترف بيك اعتراف يعني اعتراف كبير. شنا كيفاش هذه هي نقولوا باللي وين شنا كيفاش المباراة كيفاش انتهت، يعني مباراة اللي كانت شيقة، مباراة
اللي ما تمناهاش باش خاطر عاودت انا عاودتها في الليل ما نكذبش عليكم عاودتها خاطر على من نتفرجها هكا نبغي نعاود نتفرجها اليز على ذيك عاودناها وين احنا بصفتنا كمتتبعين المنتخب الوطني الجزائري وكعشاق الالوان الوطنيه والمنتخب الوطني نقول هنيئا لمنتخبنا الوطني على ادائه المتالق والمشرف مشرف نعتز بهذا الفريق الذي نتباهى به امام منتخبات افريقيه واعتى الخصوم يكفينا فخر 20 مقابله دون انهزام وكلنا ايمان بهذا الجيل الذهبي الذي صنع ولا يزال يصنع امجاد كره القدم الجزائريه. شكرا يا من اهديتهم لاعبين لهذا المنتخب منتخب وطني من طينة الكبار قاريا ودوليا. كلنا ثقة بكم وبما أنتم قادرون على تحقيقه في قادم المنافسات إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق ونجدد لكم الدعم. يعني رانا مور المنتخب الوطني الجزائري حاجة ما غادي رانا مور المنتخب الوطني الجزائري مور الفريق الوطني الجزائري بدون قوة يعني نقولوا بكل قوة منتخب هو منبع أفراح الجزائريين هو اللي طلع لي المورال هذه هي هو اللي طلع لي المورال هو اللي يخلي المنتخب يخلينا متفائلين يعني ونشنا كيفاش وين بهذا الانتصارات وين يرجع كل مناصرين المنتخب الوطني وين ينتحدوا من أجل هدف واحد وهو التأهل لكأس العالم. لازم تكاتف لا من الأنصار لا من المسؤولين لا من اللاعبين ولا استاف تكنيك يعني لازم التكاتف لازم اليد واحدة من أجل تأهيل المنتخب الوطني لكأس العالم كما درنا 2009 من الشعب مسؤولين كلش تكاتف يد واحدة ولينا يد واحدة يعني قصنا كاع الصوالح اللي مشي ملاح وقفنا مع المنتخب الوطني 2009 خاصة 2009 يعني وين درنا تاريخ بدينا شق الطريق لهذا النجوم اللي اليوم راهم يصنعوا في تاريخ جديد وين سمحنا صنعوا أمجاد ومازال يصنعوا أمجاد المنتخب الوطني كرة القدم الجزائرية. نقول لهم شكرا لكم خاطر علاه راهم مفرحيننا لاعبين اللي راهم مفرحيننا لاعبين اللي عندهم شخصيه قويه رغم الظروف رغم شنا كيفاش ما كاش انهيار اللعب خرج لك لعبنا كان ما تحش باللي راك تلعب ناقص وكنا نلعبوا بربعه واحد ربعه واحد خرج قديوره ولينا نلعبوا ربعه اربعه واحد يعني ما كاش نقص ما تشوفش نقص ما تشوفش تقول باللي رانا نلعبوا ب 11 في الميدان راه نلعبوا ب 10 والحارس 10 11 بدون نقص رغم ان التعادل وين كان درس لينا كان درس لينا هذه المباراه درس كبير وين انا كنت نشوف المباراه بلي غادي نربحوا بكل سهوله وصح كنا غادي نربحوا بكل سهوله. الشوط الثاني الدخله اللي دخلناها تاع الشوط الثاني تاع نكملوا معاكم في ربع ساعه الاولى تاع الشوط الثاني تاع الدوزيام ميطون نكملوا معاكم بصح ما مشاتش سنا وين قديورة خرج وين الأمور تغيرت خاطر علاه باش الخطة كيفاش تغيرت الخطة مع لي فانيك بونجاح ما كانش في يومه رغم أن الشوط الثاني وين شنا في غولي وين دار شنا محرز وين تحرك وشنا الجهة اللي مركا من الجهة اللي مركا فيها الجهة اللي مركا فيها الهدف وين فكرنا كما كان يلعب مع لايستر يبحث عن الكرة ويفكرنا مي كان يلعب مع لايستر ويبدل المكان يبدل الأماكن تاعو التحرك تاعو ما قعدش حاصل كما بريمير ميطون ما كاش محرر ما كاش متحرر قاس بريمير ميطون نقولوا بلي في غولي قديورة وكلش ما داروش كما الشوط الثاني في غولي ما دارش كما الشوط الثاني ما شاء الله على هذيك نقولوا ما نحكموش عليهم في 45 دقيقة ولا في 90 دقيقة ولا في 120 دقيقة يعني تبقى
قاعد تشوف عندك لي ماتش هم جايين، عندك في نوفمبر دو ماتش نلعبو 12 ونلعبو 16، يعني تشوف القوة ردة الفعل تاع المنتخب الوطني. هذه ان شاء الله بربي يكونوا عند حسن ظن الجميع، الجماهير الجزائريه. واش ناتاتو مارتينو هذا كيفاش هدر قيمه للمنتخب، ما حكاش المنتخب الوطني ولا هدر، قال لك لعبنا امام فريق بطل افريقيا، فريق اللي قدم مباراه زعما كدا هو فنيك تقييم. يا شوف المكسيك دا التقييم والجزائر دا التقييم، هادو قيموا المنتخب تاعهم وحنا نقيموا المنتخب تاعنا، هذه هي صحيتو.